في الجمال يا ماهر. عمرك شفت حتة زي دي؟ يا سبحان الله يا سبحان الله، فنان وأبوه فنان. يا ماهر، كيف تفوتني فرجة زي دي؟ حضرتك أنا زودت الحراسة حوالين القصر، أنا خايف لو يضرب تحت الحزام تاني. ما تخافش. فارس، أنت تغيرت، مش حاسس بنفسك؟ مش حاسس ان انت بقيت جامد كده وبتخوف؟ عادي يعني، ما عادي. طب انا هوريك، خد المرايه كده. بص في عينك، مليانه غموض. هو انت ازاي بقيت كده؟ انت بتحبيني يا رايا؟ لازم تستغل الفرصة اللي تحت ايدك، لازم تبقى كين. كين؟ كين اتعم ومحتاج عنين، وانت بقى دلوقتي ابنه وعنين. في فرصة أحسن من كده فين؟ ها؟ هتعمل ايه؟
يومك وانت شقي طول عمرك كده بتهرب من شغلنا وتغيب بالشهر عني طول عمرك يا اخوي غضاب وداخل مع الدنيا في خناقه وهي هبت في عينك يا كين صقر خد مراتك وامشي من هنا يا صقر وانا هسيبك تاني مكفايه اللي جرى احنا هنقعد معاك لحد ما تقوم بالسلام انا كويس توكلوا على الله حاضر يلا يا امل وانا كمان همشي ابص ما تتجننش يا سامي سيبك من خلف خالص اليومين دول احنا مش هنسيب حد صقر خد سامي معاك وانت ماشي يلا يا امل يلا جاية تشمت يا وش المصايب الشماتة دي تعرفيها انت انا جاية لأبو ابني فارس ابني اللي حيشيل ابوه في وقعته يا غجرية غجرية تجننتي ولا ايه انا مجنونة يا فارس ماشي بكرة تعرف اني انا اللي باجين لك وتهجي تعيط على باب عمتك يلا صار فارس سيبني ادخل لوحدي فارس باشا رايح فين يا حامد عاوز تسيبنا انت ناسي انك قريبنا لسه ابو فروه مهيبه خش خش يا ابو هيبه واقفل الباب لحد يسمعني